وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير فقد جاءكم بشير ونذير.